السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم لاصوص شانتي. لاصوص شانتي فيها كريم فريش مونتي، ها هي كريم فريش مونتي. غادي نحلطوها مع مايونيز، واحد عصير حمر، اون بو دو سيل، شويه ملح وشويه الابزار، ونحصلوا على صوص شانتي، صلصه الشانتي. كتمشي مع بواسون، مع لي فيوند سوطي، لي فيوند بوشي، هي صوص الشانتيي. نحتاج الى لاكريم، لاكريم كنطلعوها حتى كتولي لنا بهذا الشكل هذا. قليل من المايونيز، عصير حامضة، قليل من الملح، حتى نحصل على خليط متجانس. خليط متجانس على هذا الشكل. صلصة الشانتيي.